رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدغا وكيكو يتبناد إكو سابسنا محاضرة تحذير الفقهاء من تفريد السفهاء إكو سابسنا قضية الحكم على الناس كفرا وإسلاما دور إلا واتنقاعدا نصمركو إلا واتنقاعدا فليا قاعدا ما أنت ينقوه الرئيساء والثانية والعشر واتيلا واتن يلابات حكو سابسن تاي روح سرقان سن من دوريها عبي مسكحيسو ايسن شوغين هدو واح قال لما اللي ما دمحاو حكومة اختلفوا في تكفير المعتدي بسكره والجمهور على عدم التكفير لانتفاء القصد الصحيح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية نينكا سرقان سن قال لما دا اما كفر قال لي ميد الله ميد امويه إن وحو كسر قامي عقل جس الزولي ووحو كحد قد بيو يا حرانة ونوب بنانين هي إنه يا الروح عن حد قد بينه لكن سق قاب كلا يقوت مد والده أما سر قامك يقوي مد مثلا داوى لقط دوري مركا وعاف ما تكر هذين هي مركا سو حك أنتي إن ما كيسي مير كيسي وتجه ومركا قال له ما وكه الله أما بيميل يلو حمودي خمرة مالتها لو حمد بيع عادية تفاحة هي خمرة ويسوق هيني بيع يلوة أما من عصوص لنتم وذي أيو خمرة عب كدمنا وصر قام قال لما كل عاي إنك محاول حكومة جمهورها العلم وحيلي إنك أن كحد قد بن سكر جيسين أسوق إسوال قصدا وعمدا أسوال خلط بيع خمرة خلطا قاطي خمرة كو خلطا مي أما داوى أنت اللي قدريكم ما أنكوا قدر صومي قال لي مدو لي مد أروح وقرد عاي كوا قالوا مهاي هاي لي قصدي صحيح عن لجهين لانتفاء القصد الصحيح عقلي بات تجي ما أنك بات تجي ميرك بات تجي مرض ميرك ما أنك تجي عقلي متجوع عقل نحوها مناط تكليف مرض مناط تكليف أها عقلنا ماشي كبر حيها دي وحاول إنك وحلوها يستمر شراء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إذا نينك سرقان سبب آيات القرآن كتلمانت إنه سنجرنا إني وحكها الله يوحك صباحه إلهي مرك سبحانه وتعالى بنص الآية وحكرجة سكرجة مانعا من اعتبار قراءة السكران نينك سرقان سن قراءة لتهجلي ولا اعتباريه يذكر يسي سلادي يسيب إلهي بلاش كصو قادم ما دم وسرقان سيا نبينا عليه الصلاة والسلام سكرجة إيوه مانك أو تجاوح حك صو قاضي إنه دفاعي وبابينه مكوه ارتقها أي حد الزنا صادرت إنك قرتي الزنا ذا وكنا بيقول عليه الصلاة والسلام بل أرصد أفكيسة إن خمرائك صو أريسه يوحلها المال وحكى النبي عليه الصلاة والسلام مانع من التكفير حديث كعلي في الصحيح وذكرنا إنسان علي بوحو يري دقال كبدر غنيمة دي سيبا النبي هل إقسي وهل كهلي هل كلو قوارا أي النبي يقول داري لابد حالات يا وحان طبعا مال ما المها كمبيدا انا كسو حاوا قرطون ضربه ايو مخو اهي عاوز كسو قرطي ادخر خليفه سوق حي نين انصار غورغي سورتي زبان فريسيي عليه كتلب خري مركاسان اادي نين يهودي او وليان دهب كي فضي وحا دلالي او دبكه كشقل له ان ان اسكار اسرعنون حابد اسو غرو ايغي يبسدو عليه ماشي ان كو ان فريسي ايغو جوغا يا حمزة وخمر عبها قولوا دو كو خمر عبها إسلامنا يو هيسيس قاينا يو هيسيس سيو هيسيس بيوحي وقاد هاليه بيربطان يقدرتو دقي حمزاها رضي الله تعالى عنه ألا يا حمزة إلى شرف النوائي بيكتري قبل بيوقاد حمزة سيفتو باللبو دي وبرام برتي سيفتو باللبو دي هاليه بيكورسكي كسو غوست هل بكورس كيدو غوست حقو دغت كليو كدولي هلي بيركي بلا سو بخي دبكو سارت خمرده بو كعب وا لبد حالات لبد حالات علي وحول وحان ربي ان حليمه كو اروستو اي عفوا فاطمه ان ان كو ديستان ربي ون من ان ولي ما كدغون وخ كو سو غدو من ان وخ كو هابيو لبد حالات بو اديركي باي دافي حمز مركن هاليه او كليه لغا دولي بيركن لغا بخان اركي كورس كنو غان يحي ميدو هلكم ود يالو بختي اه يا نبي محمد وعريب والنبي قال أتقي زيد محارثة لك وعنا بالله وحن أركي منظر أنا أرى وحلا مدة رأيت منظرا لم أرى أفضع منه
ما بقى يسوع راعي بولي يزيد بن حارثة والصعودة حمزوي كقصنين ومرقانسان وتلأه بسود الاستاغن نبقى مرك حمزة عنانتي لقوه كالراعي صوبانو صلى الله عليه وسلم حمزة محاطة أوقا شويل كرادر كواهي انت تكالمين لهيد نبقى حمزة عنانتي عرون أمو شي حمزة دوانين سرغان سمان كيزي مير كيزي مجو نبقى انتو كوسو فيري وكور فيري وإنه كوكوي وحول هل أنتم إلا عبيد أبي أذيك يا علي محاتين برسو أضمه أباه متين عبد المطلب ما لا إله الله يسان ما أنا أدقال كتان وركا دقاق مش نو مركو أركيون حمزة مقيا هاي أيو نبي قال أنت بقرتي ترتيب بكبح يقولي علي أبو سبرسي وحي أبو سين كرمك تنبواسي ابن قيم مركو قد يضع تعليقين وحول وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرة ولم يأخذ بذلك حمزة هذا الكأسجة هل أنتم إلا عبيد لأبي هدي محمد لقوي له هذا واحد كلو مانكي سيمير كسقب وكوي له هذا محنقول لها قلب نقول لها كافر بنقول لها حمزة لكن نبي ما تكفر لماذا حديث كعديو وذلك قبل تحريم الخمر حلو حمزة خمر ذا عبها يو إيه وسرقام هاي وحنا وباتوا لي بباتاء جيزن وأنت خبر الله حرمين هذا بخ حمزة كم أحد قدبين سكر جيسي إزواردي يسوي حوا وح أبنان أيو ليمد فح أبنان بليمد وح أبنان ما حكدش وحنا الله بهان وسكران حكدش كديم السكران مح سكر مح حكس وبودي أفلاجادية قال لي ما كتمت لا اعتبار ما هي مركة المعتدي بسكره إيو غير المعتدي ويكل الدوين نك أسوي مرك هذا هذا كس سوى عليه خمر كسوى عبه وإذا دوا حكوت إنه كافر يهاي قلوا عذر ده لماذا قصد يوصل لهاني لكن وحيدين فلك أوسمي وقصد خمر ده إنه عبنا وقصد كسبنا وعبي أثار تكرر ليس مرك كفر يمد إنه وامحي ووحيا وقد شاسك السبب كيسي أفعاشيس شرعنا وحي تقانا روحه هذا فلك أقصده وكس أصمي اختيارا آثار تكرر توالى إلزامية ولذلك أيا قابيل وحال إلزامية أحد والبعد لقد لأدون كحق دره إن لغسيه قيب وكهل الدم بقاسه لأنه هو أول من سن القتل بغير حق إنك بالله ويوحبوك قاضنا إياه مركا وليه الكاسي مارين وحيلي إنك معتدقة بسكره اللو عدر دار مهيو قاسد بيوسن يلهانين يعامل بنقيض مقصودي بالوارد أقمي ولا إلزامين إياه نمان نوحي دين هلا كالقاضو يان لك الأقالين سيدي سبحانه جيدا أما هكو حد قد بأي ميسان كو حد قد بين حد قد بكوا الدنبية وحاران إيها ولك لوي لكن كفر قل لما إلزامين كرو لانتفاء مناطيه أها القصد الصحيح أما العقل نمنا ما كلا قاضيا نمنا وتفصيل تفصيل كحب من حيث الدليل حب بدن لكن هذا كوا قاتان مرة بقى نينك مركا عذر داري نينك سرقان سنة قال لي ماذا أي كصوب بحضة أما كتم عذر داري أم عذر دارها يو أم لها قال لي مو كرد عي لكن ما نعبا كوق ما يملا أي حولي هاي مجن تمين قال لي ماذي محيون قن تمين ويدي شرط السبب بان لهي نبا سبب كيبان قنت من او وحن روحو كو هذا وحو قصد بما انه سيدن يده او ما قصد بما وحو شيغان ما بقرن هيو وك كلام المجنون والنائم وي مكلف بما مركا دنكا لغا فيريو او انتفاء العقل او القصد ما كان لغا ايغو دنكا مكلف ها كان نقودو مركا هلكاسو فيرنيا اي ما اها نينكو كفر بو كو دحاي حقيقه الكفر با لغا هيلي لكن مانع با كو قومي أو شمر كأدس كجيلالي. نينك أصقوا اللوب عذر داري مهين أوركس وعدي أنك على قادن معتديه غير معتدي. كي تفصيلينا حوليها نين أثر تسبى الإلزامين يا نين لما إلزامين ما دام أصابك ولا يموها سبب مباحة وأنا قصوك على قادن خطأ يمر كان مرني سبب مشروع أي سبب غير مشروع أثر كلا دوم بيليه. قضية ضم مر كالكاس إنه كجتكينا. سيدا من حيث الدليل وحوي إن لك على قادة صوابه. إن لك القاضي أي من حيث الراج الدليل حق بدن قاعدة الله بيطين صدحات التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في كفر التصريح أوله سفسطة وآخره زندقة
إن لك لقاضو قولك يا قائلك أو تدادو أحد كوحو سميه وكفري لك أصغو كافر معها أحد كوحو كوها اللي وقال لي لكن أصغو قال معها أوله في كفر التصريح وقيد في كفر التصريح أوله صفصطة وآخره زندقة أو بالله قيده رمك الله فيري وآفش مردمك براوي صفصطة واشيغة عقلي كبحسن إن معقول كأهين إيه روح عاقل وسن لئي بن أما واجحد الحقائق حقائق دو الله إنكرو دو الرويات كل الدفرو إن روح الله إسقبتوي صفصطة اللي هذا إنه أفش مرد مكو براو وعيار عقل قلو عيار هاي عروتا مغلي جواغي يرين بال لو دي أفش مرد مكو برا مكاسد دي ها ها لمردو هي هي لمردو محان دها محان دها لمردو هدي محادي قربتا هدي محادي قربتا لمردو ومحي المي هو وريري يا مركو واجه وريرين ويصفصد مركا تاسل ليد هذا واخر الزندقه دمات كيدونا وحي كوب بلا بطا وريرين بي كوب بلا بطا وحي كو دمات الدين لان وي زندقه مخان كودنا اما صفصطه صفصطه وحي كو جرت الحقيقه الواحده شيء واحده وصف واحده او ذاتيا او هل شيء اي اني انا قال لي ايغو نكون ادين قال لي كوغو نكوني الذبح لغير الله مثلا او قيدي با الهي غيرك وحو غور عي قصدا او جامع الالهي غيرك بو غور عي قصدا عبد القادر جيلاني بو كانو غور عي كان اسغي بو غور لبدودي مد وحا دي كان اسو ما غالوب كان وا غالوب مد والبنا وحو سميي كان كان كلك وحو سميي بو سميي اسكو نف بي غور عين اسكو نيم بي او غور عين اسكو مدي بي او غور اسكو قاب اي اسكو قصد اي اسكو جديه وحا اسكو خلافسين ما جرو كلي وا محي اعتقاد كذن باك هلا الدوان كنا وحوقي وحنا قال متى مثلا كنا ما أقو كان وحوقي وحنا كفرية مثلا أما كنا ما أقو كان إنه وحوقي وشيء إنه يهاي حاران كنا ما أقو وأنت لاختلاف اعتقادي ما فقط بتقول قايس وعليه هذا هو شرك كنا شرك ما كان جوا كافر يا مشرك كنا ومسلم واحدة ومسلم واحدة حقيقة واحدة oo wax ku soo kordhay jirin marka loo fiiriyo ayada qudhigada la eego faa'ilka soo sameeyo la fiiriyo ujeedadu kale yahay la fiiriyo xukumkeeda shariicu uu saaranahay waa mas'ala kale wax isbedelay ma jiro laakiin kana wuxuu aaminsan yahay inuu waxaan u yahay wax khariban kana wuxuu og yahay inuu sanahayn kana wuxuu aaminsan inuu shay uusan kufri ahayn ama shirka ahayn la ikhtilaaf al-i'tiqaad faqat لاختلاف الاعتقاد لاختلاف المعرفة والجهل فقط لأن حقائق دوانك صوم الري جهلك يعلمك حقائق كما بدلان جهلك مكدب حقيقة كاقليا أظن أنها قبطاء لكن شيء آثم يسحو كما بدله ميسك حكب بدل ما هي رقا يهرتم حكب بدل ما أظن بأنها قبانية قل رحضة صوب حتى تساتر هذا قل رحضة مصوب حين مياد دي نلكو هاي تساتر هذا ميش نلمتشري ميسعوني مايا أظن بأن هذا سقبتي حقيقة واسيدة دي علمي ونحن بدلو شيء هذا ترى أن هذا كتير توانل ضد سقق وطن وانل ضد في حس وانل أقون تاري أقون الآن تاري حبك ما بدلان وحي ماشي كتشري مركه وحاسف سطاء وعقلك عيار ومانك بين آدم كعيار إذا إلا إذا حقيقة واحدة يعني أنا يقول نقول قال لي ما أدري أنا يقول نقول إسلامي ما يقول نقول أما وراك وحبان كويلين وا شيء واحدة نجح وين هذي الأسواق هذا وأنا ما حليت جبيه وكدلي هذا هذي الغور فطرة وكدلي حقيقة هو اسمه بدش مركا إلا إذا ويس بدل إذا وشرك في حق زيد غير شرك في حق عبيد ومحي وصفصطة عقلك عياره إذا بضره إن إذا انتقدت هنا وآخره زندقة محاونري لأنه يقتضي اجتماع الشرك والتوحيد في شخص واحد والكفر والإيمان في محل واحد زيد كسوقات هران انتو سنو قور إله غيرك أما أو سجود سنبك أما أو سن إله غيرك برين فيما لا يقدر عليه إلا الله إنو أها مسلم كسوقات إسلام بأوهري كدبنا فل شرك أيو ليمت إسلام كورادو برو ماشا كبحو شرك كان سوء كوردي سبب كي درتي أو ماشا كبحو أهوشوا فالأمر واضح فلا نغنق فيه وي هو الله حقيقه اسديدنه أن ملكه كل مكرين هاد بهاد كعي إذا ثبت أحد ما زال الآخر وهي لكن هذا ترى هذا زيد هرام مسلم بوها
وحب هذا سمينا وشرك يا قالم لكن كم قالوا بهاي ما حكوا كل مزي كفر إيمان شرك يا إسلام توحيد يا إسلام بأسكويم عفوا توحيد يا شرك بأسكويم. إذن اجتماع حقيقتين متنافيتين نقيضين وكل ما في محل واحد وزندق في باب الدين ما كبابك الله مري باب الإيمان باب الإسلام باب الكفر والإيمان بانو مرين وزندق ما زندق حقا تيمد هذا أضابه وحد أمن سن إسلام لو أتشيقان إيسا أذيقان أمن سن مشرقا إلهي غير كي عابده هي هران إسلام كأها مسلم كأها إنو هذا ولي سيدا مسلم كوي هاي أذيق أمن سن أيا زنديق مرافق باتاي بمعنى إسلام نبات نمو جسنة إيسا مسلم بان كمودة إني لكن حقيقة ذات هو محي مسلم متيد مسلم متيد أفكا بير كيسات كايد مسلم لكن وحاد أمن سن تصورة سنة إيسا أذكولا قمت وذولي بكل فلين إن إسلام نبات إيوه قال لما أي ملكو كل مكان روحنا صدا ومسلم كأهاني بركة التفريق بين القول والقائل والفعل والفعل في كفر التصريحي أوله صفصطة وآخره زندق صدا سنك ودنا قاعد الله واتني أفراد هذا الكود دردين سوي هوريان ربا دور فدي لبا فدي كدبة وحن قد بين التكذيب وحلو رنجري التكذيب شرع هذا يدين تي أحكام تشرع إلا بيني والله بقيبوت تكذيب صريحة هي التكذيب غير صريحة اللو قيبية بينين عد يضفرات عاد يمدان عدين ومالدهان تكذيب كصريحة إنو كفري هاي عينا روح اللواء كان وكافري هاي حقائق ده شريعة أحكام الدينية ده معلومة الدين بالضرورة ننكي بينية إنو كافري هاي مسألة مرلمة ومسألة إجماع بينها القبلة تكذيب غير صريحة أنا وحين نكودنا تكذيب كي بالمآل تكذيب كما قال كأما لازم كأها صادرت كفرك الصريحة أما التكذيب الصريحة أحد كلي يمت سلف قواتك فيري أصحاب رسول الله قوليه خوارج أو ياشد سلف الخوارج دول الخوارجات التميمي عيدا كيسي مركا النبي قد دورين عدالة ديسي والنبي عيد قيس الراوعين عمر خالد صحابة النبي كأغدويت كل محيد هذين نبي الله وقال أن دل كله إنه قال يا النبي واصل لكن حيدي أفكر لكن دل كيزي أنا نقول قد بدي إن بقر رجع إسكال يعني الله يمدها يا إن قد داي ديجيس لألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه نقول لك حقوق هو قرها يا إن ونك الموتو إن لدلو قال لمن وقود عجال له وياي لكن إن العقابه أن دلو ما دام وياه أذية حلو يقال أن النفاق الطعن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وحكوا تعلق إلهي وحسي أنتم النورا العف أي النبي ولا حق العفو ولاها حق الله سبحانه وتعالى وكفر جن يحق الرسول بمشك كل مي إذن ما كي حق بن آدم يحق الله كل ما نوحال الرجحة حق بن آدم كإلهنا مشاسي وعفيا مكارمة وهو الكريم بن آدم قال لوسي دايا وحق ذو كل سنة على المشاحة نبي قال لوسي دايا وشاء يلا وكي يلي رحم الله أخي موسى لقد أودي أكثر من هذا فصبر صبر يا نبي وقادنها يا بور عائشة وكيتري حديث كي تقرن إزاني صحيحين نبي محمد ولي كومار قوصنين نفتيس وحو البول قصم أيو إن حق إله خاص ما لك قد عموي إذن تاسي مسألة يا هيد وهذا عفيس مفر لكن حلق نبي محمد نبي هو عفي جري هذا لك أنا ونك نبي كحد قدبة ومضوا نوح واجب كاين نبي أهل سو إنك أسرع مال صارتو قال ما نقضى مثلنا نقضى مثلها شكتو وي تكفيري مركز سلفك اما صحابه ونك النبي قد دوري لان محوها تكذيب هي قدح هي طعن صريح وعطبوها سيدو كالي خوارج تكا يقولون كل دعي كفرك صريح اما تكذيب صريح سلفك وي تكفيريين اما التكذيب بالمآل بين انت يا ضفيرات عن عضين روح للازمين ايوه اي لا سو خلافي تكفير انت التكفير بالمآل واحد وتقانين نينك قبل تكفير ما هيو معناه ما روح قالم وكل دعي لكن ولو مسلم وحلو عذر دار يا تأويل يجهل ما هو حليه ولي كفر جبال لهلين نينك وحلي يمد أسوء كفر ما ما كان الميزان كشرع الله صاره لكن هذا الوحلي ذو حكر لنا قال لما كله قال لما ذا كله كذا الله يصير لازم كي ما قال كان أسوء ما قصده يوم الرمي زمان الدورانين نينك وحكر نقاشها يا كفر ولي لم يهلين بكر نقاشها يا
التكفير بالمآل أو باللازم خلافك كجرة معها كفر قوال له لي لكن روحي مانع باكو قومي إيوه معي نينك كو تكفيرن هاي وحولي هاي وحات تمس قد جيسا كفريا لماذا لازمك ملزومك واسكم مت نينك ملزومك لي ما دول لقد نشيه لي ما وحكت نشوا لقد نشنيا سيدا فالك الله تمد آثار تلو قد نشني نينك هالك سوتاغي نينك كو لازمك كو تكفيرن هاي نينك أن كو تكفيرن لازمك مالك وحولي ولي كفر لما هي لين يكو عذر داري نينك تكفير كم عذر داري نينك أن كو تكفيرن باكو عذر محكو عذر داري لانتفاء الكفر لكن ما كو مزو عذر دارين لقيام مانع مع وجود الكفر لا بدو إلا كلا فهمه لقيام مانع مع وجود الكفر موسى ما قبا وحوق با كفر ولي لما هي لين إذن وحان مركان رمنا فهمتان انتوغن وامحي أهل قبلها إلى أم من كان أهل بدع عودي أهل السنة هذا وحق با قال لمن له لي أوتشوك تار روحي لقوع من إسلام نمو وحق با مجرو دارت النبى وحول بحولية كفر قل مهلا ولي ما هاي إنه كفر إن كان قال لما كبر دعين لكن هو هذا السلفي ده شكتن ماله ذكاه لأنه محي قبار كفرية قال لماذا والله هلا واتني كو كل فلي لكن كم كم أضل دعين جبال كي نجح كم فر يسنن بيلي قضية ده مركز كيف قال والأصل إحالة انتفاء الحكم على انتفاء المقتضي لا على وجود المانع مع قيام المقتضي أص عوينا تلاذو صواب كمان لهلين منات كمان لهلين الذي من لهلين ولذلك معلول كي إيو مسبب كي إيو حكم كساسة يمشي عقب بحين قاعدة لباطن إيشانات وقاعدة كساسة عامة أي علوم هذا كساسة مهم جدا هذا قرب من صوشة قلني العلماء والعوام لا يكفرون في المسائل الاجتهادية وأنا أذكر قاتل مسائل كي اجتهادية علوم هذا مسلمين تا هي عام مضوضو هذا يكون خلدمان هي هذه أركتي هذا متك دون أي قاتان من اللقمة قال يسين كرو المسائل الاجتهادية حلو يقنا ومسائل كالدليل وسكوس أرورين وما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل أو مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه دليل ظاهرة ومن كتاب أو سنة أو إجماع وحي عن اللهين أيال هي مسألة اجتهادية ومركا قياس إيو قياس خفي لو السعب قياس كجلي مسائل خلاف كتاق يا حقا قلي دورا مركا مسائل اجتهاد محاكم بدا كوجوب النية الوضوء علماء وحيقة بان ويسيدا مركا لو يسقى ذانا إيو إن نيادو أي الرقن من أركان الوضوء تاي أما على أقل تقدير شرط من شروط الوضوء أي تاي نمنا وحينا اللهم بحانا شرط بما إلهي نمشي يقين بأ سورة الماء آية الوضوء سوق بتكسو صار إلى النيو إذا قمتم إلى صلاة محل قبل الله فاغسلوا وجوهكم بالله حقين نيدا نقضى بوضع حنا في ذا كوكا وما هيسام بن واحد دليل واحد دليل قصوى أروري إن نيدا آية شرط أم ركن للوضوء ويسدى يؤطي ما هيسام ومسألة اجتهادية جواز الوضوء بالنبيد عصير كي شراب كاد تمرت النبيد كالأمان لغصم عنبك بيها وحلقو خلضي حقنا مع شرابان لو عبها يا حقنا لقوه السنكرو إن لقوه يستوي بنان تحنفية إن وذا دا قطع غير إن وانا حرم ما بنان إن لقوه يستو بيا ما تقول له ما هي عط ومسألة اجتهادية أصول الشريعة هي قواعد الشرع هي استنباطات بالوقة ربح موين النص عد متجرو إذن المسائل الاجتهادية لا يكفر فيها العالم والعامي تاسوا يسلفها ناي الطاي كذلك مجتهدك لا يكفر في المسائل الخلافية نك مجتهدك عالمك أركت هذا مت كدو ونها دوقات مسألة خلافية أوقاته كما تكفيرين كما قال يسين كرتين مسائل خلافية التي يسوق فيها الخلاف بين أجيادنا مثلا أدقى واحد قبطة صلاة كتقدي دوني تاي كفري أصنا بحوري ما يوافسق كتقدي دو كافر باتم ديه كرتيد وهذا قبلنا إن ترك الصلاة أي مسألة خلافية أو يسوق فيها الخلاف لو هذا إجماع سوقوري مثال مرة وقت جيدا تارك الزكاة تارك الزكاة أو مانع الزكاة مجرد المنع ما نجد القتال عليه مسألة كلوي مجرد المنع وكفر جماعة من السلف بالغ سوقوري إنما أنه واحد قال لما ما لابو علماء اسكوها يسا لابضا أركتيدك لدوان كالقبه اسم التكفيرين كران
بيجمع أهل القبلة، أهل القبلة مسألة ما كانوا مرين. بحالهم المسائل الخلافين ونصوم مرين ومسألة وقصوا الدليل ظاهرة، ظاهر كتاب حديث صحيح وخبر أحادة إجماع ظني مثلا وخلاف كتاغي أدلة احتمالية باقتمد من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة. إجماع مثلا لسكوها يسحدي سأما حجية دي ساكويمت قول السحابين أو كلام مسائل كالنوع عاسة أيوه حلو يقنا المسائل الخلافية وهي عكس نقيت قطها المسائل كي قطع جاها إن خلافكو وصن عنا مينين لا أقلين أو كلام كهو مجتهد. أما عامي جبا كويمت عامي في المسائل الخلافية والوجا ليسين وحنا الرعاية رأي القاضي والمفتي مفتي اللوج جايب وكحوم يا بلد كان مفتي بتشوق وحنا قبى مثلا تارك صلاتي إنه كافر يا عام بالله يعني صلاة دي كتجمع عليه هاي كافر ويأسطتي فإن تابع يقول لا ضرب العنق بتاعية عام يقول في المسائل الخلافية وتبع لقاضي البلد ومفتي البلد رأيه قبول راعة هاي نين كان لقول تكفيرين المسائل الخلافية وحوي ومجتهدك تاينا اسفانا إلى تاوش أيضا المسؤول مهم أجرته حق مجتهدك أقول وبر رغم مهم جدا ده مسائل كخلاف كم مجتهدك أركتوا كقاتك ما تكفيرين كر هذو كقاتو زكدو اللي دي قال لي ماها صلاة ولا قطع قال لي ماها أو أركتوا أو قبل إن أقول أنكو خلاف سنة كم قال يسين كر أركتوا أيضا ما دام المسألة هي مسألة خلافية يسوق فيها الخلاف لكن كفعل أهان هذو لي ما ده شيء أنا أرك إنه كفرية دليل أنو دليل شيء إنه تكفيرنا فرق بين النظرية الاعتقادية في المسائل الخلافية إيو ممارسة الفعل ذوي كل دويه مجتهد كي قبي صلاة ولا قطعه إن إنسان قال لي ما هاي إنه فسق تاي معصيته كفر دون كفر أياب صلاة دي كت تجي ما حد قال لي وتكفير صلاة لماذا لأنه وطارق الصلاة لأنه مسألة إسكوه إن ما هين صلاة ولا قطعه ما حد إسكوه إني قف في كتر محاو حكم أن يسكون إلا بعدين هذا واحد قبته هنا تاي فسق أنا محان قبي كفري لكن صلاة ما تقتل الصوم هذا ها فعل بعض الله تبي هذا أنا هذاك حكم أنا إن بحث قط وحكم اللوضي هذا وحكم اللوضي هاي مرك أيضا وحتجي حديث كهاي حديث كي علم الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان إلا أن تروا فجعل شارع الحكم للرأي للرأي إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان إن أضغوا أهس الدليل عطب على الرباء أحاديثي بعض الضلاء إذا كنت مد طارق حسين وكافر يا هاي يا ظاهر القرآن إيو إجماعي يسوقون بعض التابعين وأتباع التابعين إذن هوش هولس خطر ويكال الدوانتا إسكا إلالي ندريد أن إسكو هيني إيو فالكينا أضغ فود اللقا شوي كالدوي ويضبع نسكوه إن مثلا نينك إلى القرآن هو مخلوق إنه كافر يعني وحورة كافر ما وكان نقاش يصيق وحورة أنه كفر وما أركو وانسكو خلاف كالرواء مسألة يسوق فيها الخلاف النذري الاعتقادي لكن أدق بايدي حتى حنا مثلا أن القرآن مخلوق وان كنت تكفيره إنا ويكال الدوان توشع يدا كالفاب وأدد باسكو خلد الله باك باب بيكاليه مسألة الشعبية إيش قاعد يحنا بلده؟ شافعي اللي قصوا يقولين قصوا الشافعي لو تري الناس عدنا أن لو هينين قبرنا أعطى شيء إيه مهر لا أنت كده شيء كده لا تي هرجر كأما هرج الواحد ترى ذا أما مهر كوينع وركر يا كونفريد ابنتك من الزنا ولا جورسن كرب الشافعي هذه جمهور العلم الوحيد هذه لما جورسن كرم ما بنانو أنت أنا إيش قاعد إنه هيه ومسألة خلافية سوق فيها الخلاف لسكم التكفيرين كرو لكن مجتهد كي هدو قرصو دا قبر واسوق من زنا كرد عليك ورم أحمد حور يقتل ولا دلاية ولا دلي حد كان لقوا فين مايو حد كان لقى دفاع مايو خلاف كي سنة شبه الداري لحد ما مضح على قاضي إلا أنه حاكى لدوان النظرية الاعتقادات سكوها النية ممارسة دي ويكى لدوان تاي ترك الصلاة كفر ما هي واي هي إيو إن أقول صلاة دي كتكتو والله بك الباب هذا اللي هو شيء لا فهمه مهم جدا بس قاعدة اللي صدني عفوا لباطني اللي حاد
تكفير أهل الأهواء أين هوريان ربما مسألة ده ومسألة ده بدن تكفير أهل الأهواء سيدا خوارج ده معتزلة ده أشعري ده ماتريدية ده ما كان طلبة العلم تين أكثر كذا وين أوقاتان مسألة ده هذا كور وحنكوفة في أيام فولي مقالك جوابتي وذات كل لبناني قام محسو طمعي رسالة ما قاعد مقالك أجل البرهانية كآخري إن لك لقادي نظرية اعتقاد جاي فلكم الله إيمان يسيك لدوية جواب مسبوق ما هنا ألوج البرهانية إن بدنا حتكون أركيسا وحيابا في طلبة العلم جاء واجي أنا والله بتركنه بداية البحث في هذا المسألة أن كنت أنا في وحكم ذا موقف السلف مواقف السلف أهل العلم ابن تيمية أصحاب تيزي أرداديزي أئمة دعوة النجدية قام مضى كقاتين أهل الأهواء ما كان الله أبحاث تقصها بسن أهل الأهواء في تكفيرهم والتبديعهم وتفسيقهم مربضا ربضا والغرب ما هدو صنقوك لبحسنين كفرك صريحة أيو كفرك غير صريحة تكفيرك صريحة أيو تكفيرك مآلق إيه تأويلك أفضل ماشي كبلا بطرة وماشا أفضل أي كتمت كل متأول معذور يكسب بودي إن بضن مالها سيكسب بودا أهل الأهواء سيدا خوارج دي دنبه يوم عزلدي أشاعر ذا ما تريدي وحي الله المال الجهميد وكل قوت بيس دبقي قال يسين تلا قال يسي بدن كي ومن تكفير التكفير بالمآل أكثر هو من التكفير بالمآل صدرت بأركي سأل العلم وسكو خلافها هي ضوائف تقاركوت سكو خلافها خاصة ما تريدي أشعرية ذا أما ضد أورن هي ومسلمين بأون وقال إلا تكفير سيدي ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه محايا الأكثر هو من التكفير بالمال دراسة أباهاي إحاطة أباهاي إن ما يلبدا لغفر مسألة أباهاي مركة هدي لكن كفر ونقول له كفر صريحة أما الروح شيء قال لازمين اللي قلت لك أنه قايب لها وقاضا لها مرن بما يمادين إلا قال يسيو قضيض ويكبح التكفير بالمال وحي آدي كفر صريح يسكت بدا شيء كفر صريح يسكت بدا شيء هذا هو مركة إيه لا فرق بين مشرك ومشرك كافر كافر كلقات مره ميلو البيت جوكتان كفر إيمان مكر مكران في محل واحد شرك إسلام مكر مكران في محل واحد سيدة ضبا لكن مرك إنه مرة إنه تكفير أهل الأواء إنه مرة إنه حانو فيرنا إنه ودادها لإلا تكفيرنا هاي أمو لعد الدارية موحيكا الله هايان كفر مآلقة وهذا القضان ما قالوا وحكا لازم وحايا وحا مسو كفر صريح يكون جران بيليه كفر صريحة نينك كجر وعاط إنه قال ياي ومسألة إجماعية وبينها القبلة تهاكو خلط دمنا وحل اسكوها هي وتكفير معالئة صادرت عند جميع الطوائف يستحيل أن يكون مسلما في الدنيا ما وقع في الكفر عند جميع الطوائف وحام مستحيل عنصورة قال هاين روحوا إنه مسلم في الدنيا في الدنيا قيد كوا مهم جدا لأنه إجماعوا إنه إيه يا سحان ربا وسك لبعين ويسو قران راون دي ايو جامعي يقول لي يا جاحد عيد كيسي اي ما شيء سكبح يستحيل ممتنع وهي عقلا ونقلا وسمعا عند اهل القبلة انه روح النقض مسلم اسو قال لما كل عي اختيار في الدنيا الدنكة لكن عند ملاحدة عصرنا محي قبان يمكن ان يكون مسلم في الدنيا والآخرة في حالتي الجهل والتأويل ومسلم في الدنيا والآخرة حتى في الدنيا ما في الدنيا والآخرة ومسلم أصوى كل عين شركي يكفري هدوسا قرنا يني أما أتأوي الشدو كل خطأ ومعفون عني منك سوى يدوي لمن كان مركا دي وحالو بأي إني كجوابا قوله تعالى انت الملك اللي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحيلي قبان مركا أيضا الشرك أكبر روح سميبا اللورد آفايا من غير توبة شرك أكبر روح كل عي إلى اللورد أفين من غير توبة ومسألة معلوم من الدين بالضرورة إذا محك لي دي وروح أنك هو سمي ومحوية هذا هو شرك أكبر كله هي نين كان فل كان من اللورد أفين سو اللورد أفين لا ما هاي استب أدم يك توبة كده ما يا هي جاهلية متأول وي فهو العصر أهل قبلة محيدة هذا الشرك اللي مرة في يكفر أكبر اللي مرة في إلا بتوبة من أسلم حكوليها لا ما بعنا توبة ما شنو قلي غبرا كفيل ورهد إنك رقبة وحاطر هذا وحو شرك ما عاد أنت على وحو كفر ما عاد لكن كفر شرك أكبر على ضعفها هي أنا خلي لسوها سنين أنا دون لسوها سنين
او جنال اسكا دوفلين اسو لغا توبد كيرين دين اسلام ما ما خالده بلدك وحفانزي مسائل دوره مركا انو غدبنا قصاب سن قضيه تكفير اهل التاويل بل دور مساله برارجينا الخوارج واهل التاويل كان كبلون واهل الهواء كبلون ولا بقيب قيب اي تسطي ادله من الكتاب والسنه والاجماع على كفرهم مع الجهل والتاويل حي الي كو هذا ان سو شغنا كميد كو نبي كو حد غدبي عداله و حكا كشيغ اعدل فينك لم تعدل يلي وكله متاولين بي اهين لكن نبي قد دورين عداله ديسيو عرضيسي كفر با لو حكمي مع جهل وتاويله وحاكمه قوليه ابن حزم كسو هل لي اورنجري سوره يوسف كميد ماها قران كوا قصه ان لو عبقات لو تلقلي صلاه شنت واجب ما هي لبن با لسك ربا صلاه ركعتين بعد قبل طلوع الشمس ورقتين قبل غروبها اذن وخوارج النوع عصيد يعني نصوص يجمع با كل من الا تكفير محل كفر صريح كجرا ايو قيب ايغو كفر التاويل لو هيستو بعض اهل العلم يسوقوا اجماع ان سان قالا اهين يسوقوا لي خطابي ايو ابو القاسم التيبي يقول يا سوقوري لكن اجماع زي واجمع فيه النظر اجمع فيه النظر وان منك كدغاي ذنوبته واوين كدغاي كفرغا اصحاب الكبائر تكفيرين اي نمنكا وينمنكا لا اسكو هايو تكفيرنتودا ونمكو حي كو حد غدبين دنبغي اي وحي دافيين حدكيسو مرتبه الكفر بي غارسيه لان الاسلام كي ايمانكو يتاثر بجميع الذنوب اما نقضا واما نقصا باليدا اسلامكو سيدي سبي ايمانكو وحي دنبي اي كو سو كردو و كو سامبا داو او غيستا اما و دميه هادو كفريها اكبر اي شركي او اسلامكي با دميه اما و داو او نقص بو غيستا ماشي النقص قال لك ربي خوارج وحي كدغين نقد بي وبدلين يهدم وبدلين مركه غولات بين نقدين وحين غولات نقدين في تعظيم الايمان بيكو حد قد بين وليها مركه ايغ وي لبا وي كلا دو وداد تكفير واجره وقيبتها سالس خلاف التكفير كود سيده الراجع اجماع وخطاب سو غوري يا ابو القاسم التيمينا سو خدابي كسو خيغن صح ماها هاي خلاف دقيقه ودخي عند اهل العلم واصحاب الحديث ودخيه كتب الشرح بعد كتب السنه شروح كفيرين كرتان اذا وحان كربا خارجي لو هيو كفر صريح لو هيو فالامر واضح فلا نغنق فيه خارجي لكن كفر التاويل يهينا ولا سكو خلافه صادرت اهل السنه والجماعه لم يكفروا اهل القبله والجماعه اهل السنه والجماعه لم يكفروا الا المخالفين له ولي الأركي سعامة وعلعلن هي أهل السنة ما تكفيريان أحد كأيها خلافة وابن القبة بي أحبك بجران ونذرية فاسد صلى هاي عكسه هو صحيح محايا إلي أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث لم يكفروا إلا المخالفين له إما اتفاقا أو اختلافا أما هسكو راعي روح ضائفة التكفيرين تيذا أما هسكو خلافا لكن وحي تكفيريان أون احد ايجا خلاف زن سو انت هون ما بنت محلو شيقي خوارج ومخالفين لاهل السنه والجماعه جهميه معتزله اشاعره ما تريديه نجاريه ضراريه راونديه كحيه صالحيه ضوائفتي اهل قبله ودن يا تكفيري اصحاب الحديث اهل السنه والجماعه اما اتفاقا واما اختلافا هو شمرك اسكو اوغادا مركه وافق هيا ان هو مركه كفر قوي هي صريح مركه اختلاف هيا ان مركه كفر قوي هي مآلي اللازم معتزله اي سو هذو مثال لباده مثال يقول لبا قيبود قيب لو اسكو وافقاي اني غاليه للنصوص القطعيه في ذلك قيبنا وعلى اسكو خلافه تكفيرنتودا او قيبته لو اسكو وافقاي غاليسينتود وا قيبته كو دخد كفرغي صريحه سيد قولي وكسو الشيكي ابن حزم مركا نغني سيد انا سو الشيك ان سو قول اما قبي الهي سبحانه وتعالى الضومض وحي سميا وحو اوغادا فالكم مركو دعو كذب الهي محيكو حكمين جاهل بيكو حكمين قولي ها سو كالي اي بيني علمي الهي شامل كابيني اما كتاب الله اللي ما علم في اللوح المحفوظ بيني نصوص قراني نصوص قران قواطعي بيني اجماع السلف الامه بيننا يعني ملكا غدعين كو ايغو وا كفرو تكذيب هو تكذيب عضوي لان التاويل في الضروريات وتكذيب تاويل لم يلاهده
قوليها مركا يجوا وركضوا عادية قيبتك عليه وقيب لسكوا خلافي جالسين تذو محي إلي صبل اختلاف كروا محي تكذيب كذا وحويها تكذيبه مآل ولازم الإماء تكذيب صريحة هذا بقى معتزلي قام مكذب كأه تصريحا لا يختلف في تكفيره نك معتزلي قام كفر صريحة كتر إنه قال يا مرن ملا مد كم معتزلي كتر قال لي ما أن عضين خلاف كل سكو خلاف قال لي قال يزين تسوى حون قرية خلاف كاس ملع السنة يا ها قال لي ما ذي ملاقيها لي مثل قام هيلين إيه ما هوشو قال لي بكتر آية لكن ما نعبا كقومي هوشا انت بدن ان كدي هايو حري اد وفهم اذا بدرو ما شكت ما دم لها سوي وحايسو هري نمنك قدرك نفات القدر اللي اعتزالك نفات القدر ويكل عام سين ويكل دوين فرق يربا ودحي قول يو حاجه نفات القدر معزلان هين باجرا ايغون والله لبا قيب قيب وا لو اجمع اني قاليهن وكل من نفى علم الله السابق وكتابته لما علم في اللوح المحفوظ لبدا درجه نينك لو اركي نفات القدر اه الا بدا درجه القدر مراتب افر ولها العلم والكتابه والايجاد وعموم المشيئه العلم والكتابه وعموم المشيئه ايو الخلق والايجاد صدق افرت رطبوها لا بدا درجه هر نينك الضفر انكر اي الهي اورن واي وحول بو اوغي هي وعالم عليم بكل شيء وحا ايمان دونا يا وحي لا سو ضاف يا وحا تاغن تفصيلا وجمله بربي اوغي هي وحول بنا سو دحين بربي اوغي وقدر او قرشي اورن واي نينك سو كافر وي وعلم الهي الهي بو جهله كحكمي الهي نينك ما يقانه وي الهي ما بيقانه وجاهل بالله والجاهل بالله هنا وكافر كذلك كتاب هذا نك انكرنا النصوص قطعيه بينيه وبنان قتال من سوره البقره الى اخر القران كتاب هذا هو لبدا اسراء عيسى مش اضوى مثل خلاف تكفير كذا وخلاف لبدا الدرجه والعلوس وعلم الله السابق العلم الشامل والكتابه ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير القران كما ما قارك في كتاب وكتاب هذا ودرجه لبدا قطرتها مش أدوى مسألة خلافية كتكفير انتهى دوا قاري دونا قوليها أيوه كتكفير انتهى مرمى لها قيبنا وقيب لسكو خلافي قالي وقيبته كم مرمي عموم المشيئة هي خلق أفعال العباد أي وحي شرع إلهي ما أبونا أضمها أبوراني إلهي وحي حن معصية يكفر مدونين وحي صن أمبوطوني مشيئة ذي بي قيبيين عموم المشيئة كم مرمين أما خلق أفعال العباد بي كم مرمين أفر تبنينك كتكفيرية معتزله اما نفات القدر قد تكفيري افرت درجه وحوتك جاليسي ايغو جهاله ومتاولين نينك لبده قد تكفيري كفر صريح انه يهيب امن زيا نينك لبده دنبه اوغو عيور دارنا وحو امن مساله انت مساله مشتبه او شائكه اون اهين معلوم من الدين بالضروره اون قطعيه اهين خلاف كنا كجرنا ان اسكو تكفيرين كريم بو قبا واسيدا ودا داقاركو اي تلماما تامرك اسكو اغا مساله افراد اي سرعده خوارجي معزل وحي قوانينكي صاحب كبير اها اي نار قال انا لا سو بخينين لا سو بخين ماي وانا كو وارهيا هلكا مركا ايدا قوليا وحي لا انت بس ابو قف لو غاليسيو دينك كغه بخان او غالي ما صريح اي كو دعان هل قضب انا كو صبحايو خروج اهل الكبار من النار ومساله سمعيه ليست عقليه اسكو اوغادا اهل الكبائر نارتا انتي غالار إن بشفاعة الشافعين أو هولك أي كسو بحان ورحمة رب العالمين أي كميتها أي كسو بحان ومسألة سمعية مسألة عقل الوقران كرماء شارعة لقسوها هي والجهل بالسمعياتنا ليس كفرا وحاق كفر أها الجحد والتكذيب هذا ننكي جاحد نقضى وكافر عينا جحد تكذيبك لكن ما سورة قالوا إلا بالعلم قبل مركو وام حي هذا أرقت مركو مسألة سمعية ننكو خلطان ننكو يعذر دار وحيو يعذر دار وجاهل جاهل كنا في هذا الباب وسمعي في السمعيات ما هين كفري إذا كفري قل لمه هلين ويا معنو كفري قل لمه هلين ويا تكذيب يجحود بال الربي لكن نن جاحد ومكذبة مسلم نغان كرمر هذه منات كلها له قد يضاسنا يدو إلو برادوغو ونتا أنكا قتقنو وحيث هاري صفاتك
نفات الصفات بيقوليها معزلة أيين ومعطلة ليذا معطلة ليذا نينك كنت تكفيرين يا معزلة وحي أنفيين صفات كأن نفات الصفات بي أنفيين نبقى معزلة صدح شيء بماشي كجرته أحكام يا أسماء يا صفات بماشي كجرته مركز اسم إلهي كهل إسفة كهل إيسو صدح شيء بأجرون لك هذا حكم يا صفة إيو يا اسم مقعة إلهي وعليم ويعلم ونذو علم العلم واصفه عالمنا إيا عليمنا ومقع إيا اسم يعلمنا حكم بلاه في باب العقائد فعل بلاه دينا فعل أولياء جمعي كهذه باب المباحث العقدي مكلا مرة يعلموا حلو يقنا وحكم بلاه هذا معتزلة ذو لابد أن يقوله ويقول إلهي وعليم وعالم ويعلم لكن وحيديدين ذو علم له علم بيديدين ويقول إلهي وعليم لذاته لا لصفة قائمة به كلا فهم أو شايدا عليم لذاته سميع بذاته حكيم بذاته بصير بذاته قادر بذاته حي لذاته بتاغيه أسماء ذي مرك صفات ويقانان أسماء ذي صفات بين هذا أسماء ذي أسماء تقانان وسميع عليم صفات بين هذا أحكامتنا ويسوغيان مرك أسا وحالة إلزامية نمان يهو وحين عيار وي مربها ذات إلهي علم أودي دنتين او بصر اي حياة اي الرحمة ادي دنتين اي قدرو ادي دنتين مقع عانتو يساوى ما عبلاش وعند فقد الوصف لا يشتق مشتقا اسمك سو امان اي هدان الهينين مصدر كي اي وصفك مشتق منه قا فعلك حقيقة ايمان اي اما فعلك اصل اما مصدر كاصل هولا هدا يتعلم ايه فعلك حقيقة ايمان اي هدوصا كي ايمان اينين وصف اي معنى كي ايمانين وانا نجد دقيقة دي نجد دايد دي على سنة نوركم مجرو إلهي وعليم ويعلم وحط تنصمية لذاته مرك تكفير كلا تكفيرنا يو تكفير بالمآل نفات الصفات ما كلا نفي سوى نفي إلزامي الله سعدا نفي إلزامي أوي ونكم عزيه دو أرى الله إلهي وحمقه وحنقول له إلزامكو حقيقي لكن حلو أقيا يعلمو حكم كبو سوقيا حكم الصفة وأقول هاي اسم الصفة أنا وأقول يا حكم ورمها يا ورمعناها اللي أريد سانو ما أمن سنة بقول لك إلهي هو عليم لذاتي لا لمعنى قائم به ما كان مسألة دقيقة على سكوها يا مسألة إنا دي فانتان مرة واحد على سكوها يا ما كان تكفير بالمال هل خاصوك إيمانية تكفير بالمال ومحان لين هاي ها أنا فعل إيسو غيزا إيا مقع أذن أقلين مصدر كودي مستر قداد ديدي ما قعنا وديد انت هاي وانا كوكو دشن هاي انا ديد انت حكم كنا وديد انت وانا كوكو دشن هاي انا ديد انت هاي فانت كافر ورميه وركينا فاندين بيلت ومسألة دقيقة اهل الاواغ مركا لليه كفر ستكفير انتوضو تكفير كالو قاليسي وحل وقال يسين بها دقيقة وفهن كاقبها وانا الملحمة وقشان الوقالي لكن دو كفرك السريح يا هاي لابا اسكم خلافتين لا بس ما خلافتين هذا الكي جمان انت من كنت من سبحان كنت دراها لو يتنطق يا هرت قاعده دير با يسوي يسمى هلكا سنكو استاغ ان شاء الله بارك الله فيكم حياكم حياكم